شات في جروب في الفاس، خير شو فيه؟ قالوا لي ان رمضان مش ضروري تصيمه. علاش؟ قالوا لي اعطينا نعطيهم قصدي 200 جنيه ويديروا لي شيك قصدي ولا واصل. كيف نعطيهم 200 جنيه ايه وهم بيديروا لي واصل ويقولوا لي كانك صايم. برا يا مريض تعب برا ما لا صح، هو تو راجل جاي للولد اللي معاي. هذا الحرايب يا ادم، هو جاي للولد اللي معاي تو. هو جاني تو قال لي بتعطيني فلوس نسجلك. صاحبي اعطاه. واسأل شو خد الراجل. الو ايوه السلام عليكم. كيف الحال باهي؟ هو طبعا احنا مدارين جروب في الفيس والشباب هما طبعا انت تعرف ما يتحملوش الصيام، فقلنا خلينا نشوفوه. احنا طبعا جروبنا من برا ليبيا عرفت، فيدفع فلوس كانها صدقه هيك ولا حاجه زي هذه. لا 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 خيي معلش بالله، خلي الزاد يصيم وبالله تبوا 200 جنيه يعطيكم 200 جنيه عادي، لكن الزاد خليه يصيم بالله عليك. ما تديرولهاش ما تركبولهاش الامور قاعد يموت تصيم. كان قاعد مدري ما عادش يبيع حتى يخدم هذه الخدمه هذه. لا ما نخلاش في الخدمه، انا قعدتها برا بس. لا 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 معنا في الجروب في الفيس هو. يا اخوي اغلب شويه، هذه حاجه بينك وبين ربي، هذه حاجه بينك وبين شن دخل الناس دخل 200 جنيه. هذا الصيام هذا ركن من اركان الاسلام، ركن من اركان الاسلام. من ضمن الصيام كيف 200 جنيه؟ كيف في منها تدفع حتى بال 50؟ يا سيدي نديروا لها 150، احنا نديروا لها 150 حتى نص الشهر. تعمل يا اخوي تعمل. احنا مش من الجروب نفسه احنا. شوف بوك شكله معقد. بوي من هذا؟ من هو هذا؟ واحد جايني من الجروب. كيف يا راجل برا هذا الشيء المكروف بتاعك؟ خل من جهه تو نكلف عليك تطالع لي ربك. راجل كبير ما نعرفهاش انا. راجل برا ابوه تخدم خدمتك روح ودي. بس شني تو ما نعطيش فلوس. كم فلوس؟ بلا لعب خيرك انت دماغك مسكر شني انت؟ مقبول انت ولا انت مقبول الله. بقى قال لي ما تقدرش ما تصيمش. هذا من يكلم فيا ولدي ولا مني هذا؟ انا هذا. نعم تضيع في رصيدك وتضيع في الدنيا كلها. خيرك يا ولدي خيرك انت بنت الساعه خيرك. من هو اللي جاي 50 ميتا جنيه؟ من هو؟ الرده يا مرسلي. بقى والولد اللي اعطاه برا اقول له امشي خذ فلوسك حي عليه. هذا تعرف تعباه هذا يا ولد من ربي هذا. يا ولد لا من ربي. لك ما يصيمش رمضان. قد خير هذا ولدي بلاش خير خليه يمشي يخدم على راسي. اخوي خلاص الرد فلوسها. ها؟ قد خير والله قسم بالله. انتم شنو انتم؟ انتم مسلمين ولا شنو انتم؟ ما فهمتش انا والله ما فهمت والله. برد له فلوسها ولا شنو؟ يا اخوي العالم تقدم خلاص راهو. يا ولد انت نكت انت. نعم؟ الحمد لله مسلم ايه. الو شنو حالك يا اخوي عبد الرزاق؟ الله يبارك فيك، مين يا معي؟ أول حاجة بارك الله فيك على موقفك، أنا أشرف الشريف باهي. أهلا وسهلا بك، الله يبارك فيك. احنا راهو نقول لك حاجة، الشباب هذوما مستهدفينهم بكل طاقتهم اللي يحاولوا أنهم يضيعوا الجيل هذا باهي. وكل مرة يخشوا لهم المدخل، كل مرة يخشوا لهم المدخل. وإحنا بارك الله فيك على موقفك وولدك، كيف أنت تفاجأت بهالموضوع هذا في مواضيع أصعب صايرة توا. يا ربي سهلة يا ربي فكنا منهم هذا والله سهلة يا ربي. مسامحني يا أخوي. لا أنت سامحنا بالله يا ليت الله يبارك فيك. لا ربي يحفظه لك ما شاء الله عليه، الولاد مؤدب وربي يحفظه ما شاء الله.